أنا ختار. نعم سيدي. أمس نرتوري. يا سيدي. زرعت بأنه ينزل ربي يا المصيبة ولكن الحمد لله بأنه يتشوفى ياتي يتزدغت ناي تزدغت. لا لا تسوت ما يدي وقع بالضبط باش هادي سين البدن تسوت في الحالة نشيين دغي يد الحمد لله بعدا غير لاباس باش اطمأنت لأنهم الناس قصر يما هنا دغار ارتيني الشعر ما قتل ما يداش جران ما داش يوقع عنه. في علان سيدي يا سيدي سعيد في علان سعيد نجع الشاي يا شيش في علان بلاد من نادي الدان السيد نادي الدان اللي يسقسخ في الحالة الواقع النغي فيه زرين في علان انا زورة خاطر نجلو بالسرقية ديال مولاي حماد والطهرية او نسوى النايتما تديو داو القدر المولانا اللي حكم سيدي ربي ايام ضعيف في علان ريجا خاطري بالغني العمر 88 سنة 112 يعني يتبصر يا عمان يتطردر او دي مزيان وقالوا الله ربي ايو السيرن ان لقد الحالة معناه يميل لباب سيدي ربي ينقيمة ورزغي فيه شمو ربا ولا تربت انك كانت مغارة حتى ينا وحد الناس قلتها يدختي تيخ يتغلين ولكن ارنت كارسي دي مولانا راس نتحمد ليلا ونهارا سيت الخير ولله الحمد والشكر ادي عون ربي الخير ادي عون ربي الخير وله ولاد الخير ودادي نختهون ودمو الخير ولله الحمد والدي وربي القدر يتما يصرف غير في القدر أثناء الأربع يوم 13 رمضان مد 12 مد متاوي اللي الله شو جد عقل 12 مد متاوي اللي يصر أثناء الأربع الصباح يصرف القدر إيش عندي نغوفة البيت ما ينسر سينك في قول سيدي مولانا غورنا لا نحرون النغ لا رزيق النغ لا يقشيش النغ أينك يا سيدي ربي نسمو الترتيب البيت النغ إدغي لا مولانا يصرف القدر سبحان الله العظيم أما سنكون جمع كله ونريد يسري خشات القدور زادي يسري وفايا في اللي انت داوتينو هاتا يتخصون يوت قدور دي ود القميص جايدي يسري في اللي انت داوتينو وين صرف القدر مولانا البيت النغ ورديش الليل بوطا ورديش الشرجون معنا نيدايت ساي شرجاكا ورديش البريكا ورديش البوطا ورديش داوتها اللي القدر مولانا يدوي وفاق البيت النار يبان ديش البونج يبان كان يسدارين يبان يدغى شعج بن شملا كان والموكيت كان كله يدغى كتعج بن أخرى اينا كل رزق نغيكا سيدي ربي سنات تلاجة يديش الله سيني دلماريو يديش الله اينا كل سيدي ربي يوصر في القدر مولانا هذا الزريات وادي انا فايشعل قال ما عاد مدن صبرا مدن داغيت لبن صبرا من تاتو الزريات وقنق قنق ما داغيت شي وطا اكون سير ما يجي يجرى ما يجي ورسان كان لي يبن بن شوفوش يدلبن على برا فاس الزنق او ما يجي يجرى ان انا قاعد في غادي كوفا ما يجي يجرى ورسان ما يجي يجرى والحصول ينزل وفا اللي يشتر في القدر سيدي ربي سيدي سي عمر مولانا والحمد لله نشكر سيدي ربي ما تنجم لارواحنا نحن دار نشير سيدي مولانا سيد الخير نحن جرب بس الجواب نحن جرب بس وجماول أتني سيدي ربي الإسلام أتني جزار بس الخير أتو رغي خصايا وصحا أتبا دي يعني كاوين أخسيد وجماول إوين دلكواش إوين دوج ماول ما يدكو أخسطان إوين أغد يقشيشن إوين أغد التباصل إوين أغد وج ماول نجرتان ولله الحمد والشكر سيدي ربي أدي عون ربيعة الخير في مشارق الأرض ومغاربها أتني جزار بس الخير أتني جزار بس الإحسان أدسني تبصر بالأمان أدي سيدي ربي نشور نسن الله يكترهم في أمثالهم الله يكتر في أمثالهم الله يكترهم في الإسلام أدي سيدي ربيعة الخير في الإسلام نحن جزار بس الأحباب ديمون سلمين ريود مون الخير أدي أوتن داكم دنانفا يدال البيضاء ولا مرات ولا اسبانيا ولا تزاور ودود داك كل احباب ود مولاي الخير انفع اتني جزا ربي الخير وندر ندو وندر ندو الحمد لله الشيرات ونجري واطوى لله الحمد والشكر من الحامد الشكير لا داش هذا نزورنا خاطر انا اختيني مد فعلا تميزارنا يخو بلاصه ما تودويا انا اختيني واخا اريد لوق نسى ولكن مدني ياسني وقع من المشكله ياس ورجنت بيتشنت مدياز
شي نخفوا دغنا المصائب امتي دغنا توقعني بلادي، ولكن الا نمد الحمد لله عاون الناس اللي تزري المحنه لاقيني تيوجهوا لنا في المناسبه اللي دغنا نتمجريتها كي جران الحمد لله وتخف سلامه النسيين اللي كيما نروح. فعلا لله فعلا بانت لي قلت واقع النجران معنا، ولكن هاتوا سادي وي غاتخفوا دغنا معنا. المهم النجران يمشي وانت تقديم تي تقديم وي غاتغيب مع بانت لي اثار اقديم ارتينيغ قال وول معناه يخلط شويه السر نتاع عرب. اريتيني الشاعر مولاي احمد الطاهر. ادي السير زمغيمين وراجع خياوين النيجي. ادي السير زمغيمين ما غاد جديد البيبان. ايات جموع داري دورني وصف ليدات. نعاودوا الصالات على سيدنا محمد. نعاودوا الصالات عليك البشير النادر. الله يعاون مالي الله يعاون نعاودوا الصلاة عليك البشير النادر. نعاودوا الصلاة عليك فاتحة المالي الخير أهيام النبع. فاتحة المالي الخير أهيام النبع. الله يثبت لهم العمل ويزيد في الأجور. الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. الله يتوب علينا ويهدينا لسواء السبيل. الله يوفقنا وإياكم الإيمان يرضاه. لو كان سولتيني بعدا راه ماهوش عريبي. عندك تحسبني شي عطاوي ولا مرغادي. عندك تحسبني شي بركاني من ولاد الناظور. عندك تحسبني شي فضناوي ولا حنابو. عندك تحسبني شي فيلالي من ولاد سعيدان. دابا نفهم ليكم سميتي مرحبا وبلادي. دابا نفهم ليكم سميتي مرحبا وبلادي. مولاي حمد بن الطهر على ادريسة مكتوبة. مولاي حمد بن الطهر على ادريسة مكتوبة. ومطرب وشاعر وقاري الكتاب المبين. إلى لقيت صحاب القرآن ونزيدوا في الحديث. وإلى لقيت صحاب الدارجة نديروا الفرجة. فاتحة لله الشرفة أهيام النبى. الله يبارك لنا في الملك محمد السادس. الله يطول لك العمر سيدنا. الله يجزيك. الله يعز المقام العالي العرش المغربي. فتحون من الله وانصروا من العلي القدير. غادي نزور في مولاي علي الشريف هو ولاده. غادي نزور في مولاي ادريس ونزوروا في ولاده. هما المطهرين وهما اهل بيت النبي. هادي الشير زمغيمير زماغا الجديد البيبان هادي عاون ربيت الخير هاتني جزا ربيت الاحسان هاتني سيدي ربي الاسلام. تبارك الله عليك السي سعيد ولا السؤال اللي كنا يتسقسات لكن تشكر سيدي تبارك الله عليك. شكرا السي سعيد، شكرا لجريدة انفو على هذه الالتفاته. كما كيعرف الجميع هذا هو البيت ديال الشاعر والفنان مولاي احمد الطاهر، فنان الجنوب المعروف الجنوب الشرقي. اللي الان كيعيش واحد الحاله يعني ديال يعني صحيه يعني شويه متدهوره. بالغ به استنعاتيه كما يقال. تعرض المنزل ديالو مؤخرا يعني الاحتراق بفعل تماس كهربائي. الحمد لله يعني الناس المحبين ديالو الغيورين على الفن والفن الامازيغي والفن ديال الجنوب الشرقي يعني خاصه لبوا النداء اللي النداء ديال الاستغاثه والنداء ديال المساعده لهذا الفنان هذا. وفعلا جميع الاطياف ديال المجتمع المدني من فنانين وجمعيات وهيئات فعلا بادروا يعني بالمساعده لهذا الفنان هذا. وفعلا كانت واحد الالتفاته كتعبر على الغيرة وعلى يعني الحرقة ديالهم اللي شافوا الصور عبر المواقع الإلكترونية وعلى الصفحات ديال ديال
الفيسبوك. كنشكرهم من هذا المنبر هذا. حتى حنا كجمعيه حنا طرف كذلك كجمعيه تورك الماء الصحي والتنميه القرويه تكلفنا ان شاء الله يعني باعاده الامور ان شاء الله الى يعني الى احسن من سابق عادها. وكنشكروا الجميع المتدخلين. حنا يعني ما ما كتقتصرش يعني هذه العمليه على الجمعيه ديالنا، وانما الناس كاملين يعني كاشخاص كجمعيات كهيئات كفنانين تدخلوا في هذه العمليه هذه. الله يجازيهم احسن جزاء ويجعل لهم العمل ديالهم في ميزان حسناتهم.